سي فوزي جمال، اليوم المباراة الودية الأولى أمام اللي جمعتكم بفريق أولمبيك أسفي هنا بمدينة أسفي، المهم تعطينا تقييم كيف شفتي الأداء ديال اللاعبين، وحنا شفناك دخلتي تقريبا ثلاثة تشكيلات في هذه المباراة باش أنها تعطي فرصة لجميع اللاعبين، المهم تحدثنا على هذه المباراة وكيف شفتيها وكيف كان الأداء من بعد ما كنتم منهزمين بجوج لصفر ورجعتوا في المباراة وفزتوا بثلاثة لجوج. دابور لو بلوز امبورتون بالنسبة لنا هو أن سي أن ماتش دونترينمون، يعني سي أن اونترينمون، يعني حنا داخل في لو سيكل نتاع لونترينمون تاعنا، خصنا اللعابه ياخذوا دي ريتم، دونك تو الموند خصها يلعب يدوز او ميم طون، نشوفوا اللعابه لو نيفو نتاع اللعابه او ميم طون كنديروا اون ايفالياسيون باش نشوفوا او ثاني اون كومونس نوت بروجي دو جو. يا بوكو دو ترافاي، خصنا بزاف الخدمه، شفنا بلي عندنا دي بروبليم سورتو نيفو اكسيال اكسيال ديفونسيف، كان دي زيرور بزاف خصنا نزيدو نشتغلو، عندنا انكور ان ترافاي او نيفو ميليو تيران ديفونسيف، يعني كاين دي بوست اللي خصنا نرونفورسي فيهم سورتو، انا كنقول او نيفو اكسيال، يعني كنقول ان ديفونسور سنترال لي ان ميليو ديفونسيف ان اتاكون دو بوينت، دابور باش يكون عندنا دي بيس دو روشونج، لان ما عندناش لي بيس دو روشونج راك شفتو، اون ايسيي تو الموند، كاين بوكو جون، يعني بوكو جون اللي خصهم شويه الوقت، نزيدو نشتغلو معاهم ان شاء الله باش يكونوا بري، راك شفتو بالكسو تدخل الى بورتي، يعني ديك لا فيفاسيتي نتاعو، ديك لاني هذيك لا راج اللي حنا باغيينها كاين عند لي جون، حنا خصنا دابا حنا لوبجيكتيف نتاعنا هو خصنا نوجدو كلشي يكونوا بري للشامبيونات، شامبيونات طويله حنا محتاجين تو الموند. كيما قلت في الاول سي ان اونترينمون، يعني اونترينمون لو ريزولتا ني با تري تري امبورتون، ولكن لو ماتش يا امبورطون فاش يعني مي كنديروا اون ايفالياسيون نشوفوا شنو خاصنا، حنا دابا خدينا واحد الرؤيه خصنا نزيدو نشتغلوا، صافي واحد 15 سيونس بور لو مومون 15 سيونس، دونك باقي لنا باش نوجدوا البطوله اللي قلت كما قلت لكم طويله وغتكون شاقه ومحتاجين كلشي اللعابه. ولكن ما كنقول وكنزيد بلي ان خصنا رونفورسيو ليكيب، لان عندنا ان افيكتيف باقي ناقص، اي مونك دو ماتوريتي، خصنا باش ما نطيحوش في الاخطاء نتاع السنوات الماضيه، دي زيرور راك شفتو، دي زيرور دي بوتيت زيرور اللي كنديروها سيرتو او نيفو كونستركسيون ديفونسيف من كنكون تكون عندنا كره، ان شاء الله نزيدو نشتغلو سكي امبورطون، هو كاين هذيك كاين دراري باغيين يزيدو يخدمو باغيين يشتغلو، دونك هذا هو اللي كيانكورجينا حنا باش نزيدو نخدمو ان شاء الله ونجتهدو. سي فوزي جمال، نتحدثوا حنا بالنسبه على القرعه ديال كاس العرش، انه فريق الكوكب ماشي جا في المباراه الاولى مع الوداد البيضاوي، كيفاش تشوف هذه المباراه وكيفاش تشوف هذه القرعه؟ البعض تيقول انها غير رحيمه غير منصفه، ولكن بالنسبه لكم انتم من خلال الدردشه اللي كانت بين معكم فمباراه عاديه، راه امام فريق الوداد فكل واحد تيامن بالحظوظ ديالو، ولكن الحظ الكبير بالنسبه لفريق الكوكب مراكشي لانه هو اللي بيلعب في الميدان ديالو. سيسيور سيرتان كتمنى باش تلعب في الميدان ديالك دونت كونتر اون ايكيب اللي تكون يعني انغولا بكل صراحه تكون زعما جايه من الاماتور ولا، ولكن هذه سي لا كوب دي ترون، لا كوب دي ترون ما كانش فيها فريق قوي وفريق ضعيف، حنا اوني اون تران بريباري ان شاء الله اون فا بريباري لهذا الماتش اللي هو غادي يكون ماتش كونتر اون ايكيب، حنا عارفين لي غونومي في المغرب من احسن الفرق المغربيه، ولكن حنا غنلعبوا عندنا ان شاء الله، نتمناو من الله باش يجي الجمهور يساندنا ونكونوا حنا بري في ذاك النهار، نتمناو حنا نزيدوا نشتغلوا، خصنا نزيدوا نوجدوا لان خصنا بزاف الخدمه، حنا شفنا هذا النهار درنا بتيت ايفاليسيون ينوفو بوكو ترافاي باش نكونوا جاهزين ان شاء الله، وخصنا نكونوا جاهزين ان شاء الله في هذاك الوقت، دابور حنا اون بريبار بور ان شامبيونات، ولكن اون بريبار اون ميم طون بور لا كوب، طحنا مع فريق الوداد، ولكن يا با ديفيرونس كطيح مع الوداد ولا طيح مع اون اوتر ايكيب، كنقول بان سي دي ماتش دو كوب، ما كاينش يعني ان فافوري وواحد ماشي فافوري.